إذن مشاهدي قناة شوف تي في أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان أجواء هادئة أو أجواء جميلة جدا ال المكان فين في كاينين نتوما مشاهدينا الكرام وعطينا الأجواء ديال المكان اللي فيه وما رأيكم في نتيجة اليوم بعد فوز المنتخب البلجيكي امام ناديرو الكندي اللي المجموعه كالتالي بلجيكا في المرتبه الاولى ثلاث نقاط المغرب في المرتبه الثانيه بنقطه لانه عنده ورقه صفراء والمنتخب الكرواتي في المركز الثالث في حين كندا هي الاخيره مساء الخير لكم اخي عمر تحياتي ليك تحيه الناس سيدي قاسم ابو لقمان ما كاينش البرد اخويا هاد الليله ف البارح كان البرد اليوم الجو هادئ وجو مثير الصوره امامكم توضح ذلك مساء الخير لكل من يتابعنا من اي مكان ذكرونا بالمكان اللي كتابعونا والاجواء الليليه كيف دايره عندكم فهنا اجواء جميله جدا واجواء رائعه وهدوء تام يعم المكان والصورة توضح ذلك مشاهدينا الكرام تحية أخي نور الدين ناس خنيفرة تحية الناس خنيفرة خنيف مساء الخير عليكم ومساء النور فمره اخرى ارحب بكم جميعا في هذا النقل المسائي المباشر لكي لكم من خلال الاجواء الليليه المباشره والهادئه والجميله جدا والصوره توضح ذلك اجواء رائعه واجواء جميله جدا بقلب الباديه نواحي بن سليمان فمساء الخير ومساء الانوار لكم جميعا مشاهدينا الكرام وكيف جاتكم نتيجه المنتخب البلجيكي امام نظيره الكندي بلجيكا انتصرت على كندا بصعوبه بالغه وكان واحد خصوصا في الشوط الاول كان تضيع ضربه جزاء المنتخب الكندي كانت واحد السيطره مطلقه للمنتخب كندا فكنا كنتوقع بان المنتخب الكندي هو الضعيف لكن آه آه نقدروا نقولوا بان كندا ماشي منتخب ضعيف وماشي سهل بالنسبة للناس اللي كتسول اللقاء كندا كندا انهزمت امام بلجيكا بواحد صفر وتضيع ضربة جزاء للمنتخب الكندي في الشوط الاول كانت سيطرة مطلقة لكندا اكثر من خمس فرص حقيقية اللي خصها تسجل ضاعت للمنتخب كندا إذا دائما مساء الخير ومساء النور عليكم جميعا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان أجواء ليلية جميلة جدا ورائعة بقلب البادية والصورة توضح ذلك جو رائع وجو جميل جدا هنا نواحي بن سليمان مرحبا اخي لقمان هذا واجب مرحبا بكم ومرحبا في اي وقت نحن رهن الاشاره قناه الشعب رهن الاشاره في اي مكان وفي اي زمان فنحن رهن اشارات المتابعين ديالنا متابعي قناه شوف تي دائما مساء الخير مره اخرى ومساء النور اذكر بان المنتخب الكندي هازم امام بلجيكا هاد المباراة كتهم المنتخب الوطني المغربي كثير وكثير لأنهم كاينين معنا في الجروب ديالنا اللي كيضم كي كل من كرواتيا المغرب كندا بلجيكا المباراة القادمة المنتخب الوطني المغربي أمام بلجيكا أمام عملاق مدريدي آخر بعد العملاق الأول اللي واجهني اليوم مودريتش واللي هز وسط الميدان ف الماتش اللي عندنا ضد كورتوا وضد هازارد عملاقين من ريال مدريد اللي غنواجهوهم الاحد نتمنى ان شاء الله نتيجه تكون من نصيبنا أه سلام اخي بوفلجا ف حتى 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 هاد الانتصار ديال ديال بلجيكا ربما يقدر يكون صالحنا الى مشينا حق هاد الانتصار نهار نهار الحد فالامور كلها الامور كلها محسومه بين يدينا حاليا جميع احتمالات وارده نقدر نتعادلوا نهار الحد الربح كندا ندوزو حنا الخير ان شاء الله بعيدا عن هاد الحسابات المعقده عفوا تحياتي مريم اختي فالنفسية محتاجة للطبيعة بالفعل فالنفسية محتاجة لهذا الجو الجميل وهذا الجو الهادي بقلب البادية نواحي بن سليمان أخي جمال تحياتي ليك مساء الخير ومساء النور تحياتي ابو لقمان بالفعل بن سيمان مدينه هادئه ومدينه جميله جدا ورائعه وهدوء كي سود كي عم نواحي المنطقه فجو جميل وجو رائع هنا نواحي بن سليمان اذا الصوره امامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شاب قناه شوف تي في الى نودعكم بعد ما نقلت لكم الاجواء الليليه الجميله والمباشره مباشره من نواحي بن سليمان أجواء رائعة أجواء هادئة بقلب البادية نواحي بن سيمان دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله